أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج الحضارة القبطية. أنا سعد ميخائيل سعد. حلقة اليوم بعنوان رؤية رهبانية للحضارة القبطية. ضيوف الحلقة اليوم الآباء الأجلاء قدس أبونا بيجول السورياني. أهلا وسهلا يا تسوونا. أهلا بحضرتك. بركة لنا وشرف. شكرا. أمين مكتبة دير السريان العامر، وأيضا قدس الآب الموقر القمص أنجيلوس النقادي، الراهب بدير رئيس الملائكة ميخائيل بنقادة محافظة القنا، وكاهن كنيستنا القبطية الأرثوذكسية في إثيوبيا. أهلا وسهلا وتسوون. أهلا وسهلا بك يا دكتور، وشكرا على الاستضافة. شرف وبركة لنا وسعادة وإضافة حضارية وروحية لبرنامج الحضارة القبطية. أهلا بحضرتك. أيضا سيكون معنا في الجزء الأخير من برنامج اليوم قدس الآب الموقر القمص زكريا البراموسي، كاهن كنيستنا القبطية الأرثوذكسية في المكسيك. حلقة اليوم رؤية رهبانية للحضارة القبطية عقب انعقاد المؤتمر الدولي 11 للدراسات القبطية بجامعة كليرمونت في الأسبوع من 25 إلى 30 يوليو 2016. في ذلك المؤتمر تكلم أوتسابونا بيجول وأوتسابونا أنجيلوس، ألقوا بحوث، كما أيضا حوالي 150 عالم في القبطيات من أنحاء العالم، 20 دولة، أكثر من 20 دولة في 6 قارات، أقباط غير أقباط، من مصر مسلمين ومسيحيين، من أنحاء العالم، من ديانات متنوعة وجنسيات متنوعة. كان أسبوعا جميلا جدا جدا جدا، فريد من نوعه بالنسبة لي. كانت فرصة ذهبية، التقيت بشخصيات كنت أتمنى من مدة طويلة أن ألتقي بها، ومنهم قدس الأب الموقر القمص بيجول السورياني وقدس الأب الموقر القمص أنجيلوس النقادي. افتتح المؤتمر صباح الاثنين بعدة كلمات افتتاحية، كان من أولها صاحب النيافة الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس، وأيضا رئيس جامعة كليرمونت، وسعادة السفيرة لمياء مخيمر قنصل العام لمصر في لوس أنجلوس، ودكتور تامي شنايدر عميدة كلية الآداب والإنسانيات في جامعة كليرمونت، والأستاذ هاني تاكلة سكرتير عام المؤتمر. كانت كلمات جميلة ومعبرة. تغطية المؤتمر ستحتاج لأكثر من حلقة، ففي كل حلقة سنأخذ جزء من الجلسة الافتتاحية وعرض معين لجانب من جوانب المؤتمر. الحقيقة أنا سعيت أن في هذه الحلقة الأولى عن المؤتمر أننا أنتهز فرصة وجود
أبائنا الرهبان الأجلاء في لوس أنجلوس، وأتبارك وأتشرف بدعوتهم لهذا الحلقة. فحنأخذ وجهة نظر أو رؤية رهبانية للحضارة القبطية من خلال المؤتمر، ونبدأ بكلمة نيافة أبينا المطران الأنبا سرابيون، وهي باللغة الإنجليزية، وسنحاول أن نقدم بعض معانيها بالعربية بعدها. فيديو رقم 6. Good morning, Your Graces, Excellencies, Honorable Guests and Participants of the 11th International Congress for Coptic Studies. I wish to start by conveying to all of you the greetings of His Holiness Pope Tawadros II and his best wishes for the success of this Congress. And also I wish to express my gratitude for the International Association for Coptic Studies, the Claremont Graduate University, and San Shenouda Human Rights Society for the kind invitation for me to be with you and also to speak on this occasion and this opening session. Coptology is important for the academic field, and the choice of the Claremont Graduate University is a great choice to host this Congress. Because of the history of the university, and also because the Claremont Graduate University is a leading American university in the academic field in general, and in the Coptic studies in particular. And it is a home of a Coptic studies, and just said that is maybe among the few universities, or the only university to have such care and attention for the Coptic studies. And that's why it is not surprising that His Holiness Pope Shenouda III, blessed memory, that is, as you heard, he visited the university twice, in 1977 and in 1989. And also His Holiness Pope Tawadros last year, in October 19, 2015, he visited, and also he signed with President Schultz this memorandum of understanding between the university and the San Athanasius and St. Cyril Coptic Theological School for academic cooperation between the two institutions. So I thank President Schultz, I thank Dean Professor Jacob Adams and Professor Tam Schneider for their efforts for promotion this cooperation between our institution and this great university. Coptology is also important for Egypt. It is a part of the history of Egypt as extension of the pharaonic civilization, and also for sociology. And you cannot study Egypt without Coptology, and it is the presence of Her Excellency Ambassador Lamia Mkhima, the General Counsel of Egypt with us, and her great speech is also a sign of the care of the government of Egypt for the Coptic studies. And as it is mentioned, the first Congress was held in Egypt in 1976. Her Excellency referred to the Institute of the Research and Coptic Studies Faculty of Arts in Alexandria University, was established by President Sisi, and she also referred for director Dr. Hassan Said, he is here. I met him in my way, and he gave me a start, so I'll show you his presence.
And I was pleased that is, I met Dr. Asab even for a few minutes on my way in. That is also the Coptic, there's a Coptic department of care for the Coptic studies in the academic field in Egypt. And I hope this trend to increase, because we usually be concerned about to what extent the focus about the Coptic era when we tell the history of Egypt in schools, in university, and so on. Coptology is also important for the Coptic Orthodox Church, and the presence of Their Graces, Bishop Surian, who came from Australia, and Bishop Martiris, who came from Egypt, and of course Bishop Abraham and Bishop Kyrillos are from here. And this number of clergy, nuns and monks, and lay Coptic scholars, then indication how the Coptic Orthodox Church cared for Coptology. And I recognize that is the range of Coptic studies is wider than the range of the Coptic Orthodox Church studies. And because the Coptic studies in general is a more than academic, which cover many things. The same also for the Coptic Orthodox Church studies, and I put two an adjective for this studies beside Coptic is to be church studies and also to be Orthodox, which according to the face of the church. But when you go to the Coptic studies, it is wider than that. And also, the Coptic Orthodox church studies focus also on other areas beyond the Coptic studies. So I think the cooperation between these two kinds of studies is important, and I call that this Congress to pay attention to this area of cooperation by defining the scope of the Coptic studies and the scope of the Coptic Orthodox Church studies. And I hope that is in our meeting tomorrow evening with the Coptic scholars to have a chance to, when we speak about the future of the Coptic studies, to speak about this point and try to build this kind of cooperation between these two areas of the studies. I wish all of you a successful Congress, and I'm sure that is your effort to come from different parts of the world is worth to meet here in this beautiful state of California, beautiful area of Los Angeles area, and of course this great academic place, the University of Cleveland. Thank you very much. كلمة جميلة ومعبرة عن عدة معاني لصاحب النيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس. هحاول ألخص أهم العناصر. عناوين باللغة العربية: صاحب النيافة اتكلم عن أهمية القبطيات للأكاديمية ولمصر، وقال إن جامعة كليرمونت متقدمة في الدراسات القبطية وأيضا تخصصات أخرى، وإن زيارة قداسة البابا شنودة للجامعة سنة 77 وسنة 89 وزيارة البابا توادروس للجامعة سنة 2015، كل هذا يعبر عن أن الجامعة مهتمة بالدراسات القبطية، ولذلك تدعو رأس الكنيسة القبطية للحضور وإلقاء محاضرة. وفي دلوقتي مذكرة تفاهم بين الكلية القبطية الأرثوذكسية اللاهوتية في لوس أنجلوس ومع جامعة كليرمونت. تكلم نيافة سيدنا الأنبا سيرابيون أيضا عن سعادته بأن الرئيس السيسي قرر البدء في معهد الدراسات القبطية
بجامعة الإسكندرية كلية الآداب من سنة 2014، وإن مدير المعهد الأستاذ الدكتور عصام السعيد حضر من مصر لحضور المؤتمر الدولي للقبطيات وألقى كلمة، فده حاجة جميلة أيضا. وأهمية الدراسات القبطية للكنيسة القبطية عبر عنها عدد كبير من الأباء الأساقفة اللي كانوا حاضرين المؤتمر، والكهنة والعلمانيين من الكنيسة سواء من المهجر أو من مصر، والأربع أساقفة اللي كانوا موجودين ذكرهم سيدنا إن هم نيافة الأنبا سوريال من أستراليا، نيافة الأنبا مارتيروس من مصر، نيافة الأنبا أبراهام والأنبا كيريلوس من لوس أنجلوس. وإن سيعقد اجتماع اليوم التالي في المساء للمختصين بالدراسات القبطية من الأقباط وبعض غير الأقباط لدراسة نقط التلاقي ونقط التخصص بين الدراسات القبطية، وهي أوسع من دراسات الكنيسة القبطية، كما أن أيضا هناك نقاط في دراسات الكنيسة القبطية تخرج عن مجال الدراسات القبطية، وكل ده قابل للتحديد والتعريف والتوسع والاجتهاد. فنشكر الله من أجل كل هذه الأمور. ننتقل إلى قدس أبونا أنجيلوس النقادي لكي نسأل قدسك ما هو الأمر الذي يدفعك لحضور مثل هذه المؤتمرات. شكرا لسيادتك. الحقيقة أنا شاركت في المؤتمرات من عام 2006، لما حضرت أول مؤتمر كان عن الأيقونة والبورتريه في إسكندرية، وكنت عملت بحث عن مصرية أيقونة رئيس الملائكة ميخائيل. بعد كده كان في مؤتمر في 2007 برضو كان هيئة الإيكوم، اتعمل عن أثار منطقة نقادة وقوس بالصعيد الأعلى، وشاركت ببحث عن حضارات نقادة وأثرها المنقولة للمتاحف العالمية. وبعدين بديت أشترك لأن حسيت في داخلي أن أنا أنتمي لهذه الحضارة، وعندي حب شديد لمعرفتها، وأن أنا أتعمق وأتخصص في الحضارة دي، لأن هي الجذور الحضارية بتاعتنا اللي نشأنا عليها، اللي هي الحضارة الفرعونية ثم الحضارة القبطية وممتدة إلى يومنا هذا. فشاركت في العديد من المؤتمرات ابتداء من 2006 لحد 2015، سواء مؤتمرات دولية أو مؤتمرات محلية. يعني المؤتمرات الدولية شاركت في 2007 2008 2012 2016 هنا. والمؤتمرات الدولية مؤسسة سان مارك فاونديشن كانت بتتعمل في مصر كل سنتين في إبراشية متخصصة. بعد كده في مؤتمرات تابع مكتبة اسكندرية، ومؤتمرات تابع المجلس الأعلى للثقافة، ومؤتمرات تابع جمعية محافظة على التراث المصري، وعديد من الجمعيات الخاصة أو الجمعيات المهتمة بالحفاظ على التراث كنت بحضر فيها لإلقاء كلمات خاصة بالتراث القبطي أو التراث المصري عموما. فده دفعني يعني إحساسي بقيمة الحضارة القبطية وقيمة التراث الذي تركه لنا الآباء، وده هو الدافع الرئيسي اللي خلاني أشترك في المؤتمرات. حاجة جميلة جدا جدا. قدسك بتشعر انك عليك مسؤولية تحدث غير الاقباط الحاضرين المؤتمرات في موضوعات معينة يجب ان يسمعوها من الاقباط شخصيا، وهل بتعود بمكاسب؟ ما هو المكاسب المتبادلة؟ هو واجب علينا كاقباط عموما ان احنا ندرس تراثنا كما يجب، لان التراث بتاعنا هو الجذور بتاعتنا، جذور الحضارية اللي بتمدنا بالساق والأوراق والثمار. بشترك في المؤتمرات طبعا خاص بالأبحاث القبطية، لأن هناك بعض النقاط لم يتطرق إليها
بعض المتخصصين من غير الأقباط. فواجب علينا كأقباط إن احنا نتطرق لدراسة تاريخنا وثقافتنا وحضاراتنا ومخطوطاتنا. كمان حضارتنا لم تكن حضارة دينية فقط، هي حضارة خدمت البشرية عموما. الحضارة القبطية خدمت البشرية عموما في مجالات عديدة، مجالات النساخة الكتب، وكمان أيضا أول ظهور للكتاب ظهر في مصر، قبل كده كان الرول أو اللفائف. بنجد مثلا القديسة فيرينا في القرن الثاني هي علمت أوروبا طرق النظافة، طرق الاهتمام بالصحة العامة، طرق صناعة الحياكة أو تفصيل الملابس، لأن هي كانت تجيد صناعة الحياكة وتجيد معالجة الأمراض بالأعشاب الطبيعية وتجيد النظافة عموما، وعديد من تسريحات الشعر والكلام ده كله الموروث عن جداتها الفرعونيات. حتى ان اعظم الميادين في اوروبا وسويسرا التمثال بتاع القديسة فيرينا ماسكة ابريج المية ومشط الشعر، فصارت رمزا ومعلما للنظافة. ايضا الحضارة القبطية نلاقي في القرن الـ14 الميلادي كان في مشكلة اللي هي ختان الاناث، وجائز ولا غير جائز، فظهر لنا الانبا اثناسيوس اسقف جوس، جوزدي في الصعيد الاعلى، في القرن الـ14 اصدر قوانين وتحريمات ضد ختان الاناث. كمان كان في دكتور اسمه محمد عبد العظيم عمل مقالة اسمها ختان الاناث في مصر عادة وليس عبادة، واستشهد بقوانين الانبا اثناسيوس اسقف جوس نصا، وقال: خرج علينا الانبا اثناسيوس من قوس يقول لا رخصة لختان الاناث قبل العماد او بعد العماد. كمان الحضارة القبطية بتاعتنا انتجت لنا العديد من الاشعار مكتوبة باللغة القبطية، اشعار دينية واشعار دنيوية، يعني مش أشعار دينية بس، مدايح قديسين وزوكسولوجيات. وعندنا كثير من العقود الإيجار خاصة بعقود الإيجار وسندات الملكية والوقفيات والرسائل المتبادلة بين الأشخاص وبعضهم. حتى أني وقفت على أستراكة كانت واحدة سيدة بعت أستراكة لرجلها بتطلب فيه عدد كم طشت وأبريج والحاجات الخاصة بجهاز بنتها. وهناك العديد من الأستراكات التي تزخر بها المتاحف العالمية، مش المتاحف المصرية فقط، خاصة بالحياة الدنيوية عند الأقباط. فالحضارة القبطية خدمت البشرية وخدمت الكنيسة القبطية وخدمت العالم كله. متعة ساعات الواحد بيخجل من نفسه انه عاش العمر ده كله ومعرفش المعلومات دي، وبالاخص الانبا اثناسيوس اسقف قوس انه من 500 سنة او اكتر ظهر علنا لمحاربة مرض اجتماعي وطبي وبلوى لازال المجتمع المصري في قاع المستنقع بتاع ختان الاناث، لدرجة فضيحة عالمية ان نسبة عالية جدا بتقرأ إحصائيات و 90% ودي حاجة يعني. فكون الأقباط سبقوا 500 سنة ولازلنا إلى الآن بنحبو في مواجهة نفس المشكلة بينما أسقف قبطي من 500 سنة حاربها، ده قمة الحضارة والروحانية والمسؤولية الاجتماعية والرعوية. الأقباط كانوا سابقين فيها بدرجة كبيرة، وربما تعرض للاضطهاد هذا الراعي الصالح. اسمح لي أتسك أن أنا أسألك عن المقالة التي قدمتها في المؤتمر عن الأدب القبطي في إثيوبيا. ماذا وجدت في هذا البحث؟ اتكلمت عن نتائج البحث في المؤتمر، ما هو نواحي ومظاهر الأدب القبطي في أثيوبيا؟ زي ما تكلمنا أن الحضارة القبطية خدمت العالم كله وكان لها تأثير على العالم كله وبالأخص على أثيوبيا. أثيوبيا
الشعب المقرب جدا والكنيسة المقربة جدا جدا إلى قلوب الأقباط عموما. فالتراث القبطي ترجم إلى اللغة الجيز ثم بعد ذلك اللغة الأمهرية منذ القرن الرابع الميلادي، عندما رسم البابا أثناسيوس الرسول أول مطران على إثيوبيا القديس فيرمنتيوس باسم أبونا سلامة. وقديس فيرمنتيوس هو اسم مصر قديم، فيرمنتيوس أفر يوسنتوس أي رجل الله، والاسم دليل على المعنى، يعني هو قبطي مصري أصيل. وأبونا سلامة يعني أب السلام أو مانح السلام. رسم البابا أثناسيوس سنة 330 أول مطران لرعاية الشعب الإثيوبي المسيحي المتواجد هناك، ومما ساعد أبونا سلامة على نشر المسيحية وبداية الترجمة هو وجود جالية قبطية كبيرة جدا في إثيوبيا عامة في ذلك العصر بسبب التجارة، لأن التواجد المصري أو التواجد القبطي في إثيوبيا منذ أقدم العصور بداية من سنة 4000 قبل الميلاد بسبب التجارة المتبادلة بين مدينة نقادة في صعيد مصر وبلاد النوبة والحبشة، وهذا مثبت في التاريخ ومثبت في عديد من الرسائل العلمية الموثقة. يعني كما كان هكذا يكون، إن من 4000 سنة النهاردة قدسك من دير الملاك ميخائيل في نقادة أصبحت مبعوث للكنيسة القبطية في أثيوبيا، وكأن الدائرة التاريخ يكرر نفسه. هذا ما يسعد قلبي طبعا. فأبونا سلامة عندما وصل إلى الحبشة أطلق عليه الأحباش كساتي برهان بلغة الجيز، أي كاشف النور أو معلن النور، لأنه هو الذي بشر بالإيمان المسيحي وأسس الكنيسة الأثيوبية. فبدأ بحركة الترجمة، طبعا بداية بدأ بالكتاب المقدس، أخذه عن النص القبطي الصعيدي وترجم إلى لغة الجيز لفترات طويلة، يعني ما تمش ترجمته كله في أيام أبونا سلامة، هو ترجم على كد ما يقدر، وبعدين الأجيال اللي بعد منه كملت. بعدين ترجم كتاب قوانين الكنيسة المسمى بالدسقولية، وترجم رسائل فصحية للبابا أثناسيوس الرسول، وبعض كتابات الآباء زي قوانين القديس باخوميوس وسيرة القديس باخوميوس. وهنتطرق لأسماء الكتب دي في أسماء الموضوعات اللي تم ترجمتها. وبدأت حركة الترجمة منذ القرن الرابع واستمرت لحد القرن الثامن، ثم بعد ذلك نشطت في القرن الـ13 بدرجة كبيرة جدا واستمرت لفترة طويلة، وإلى الآن تتم ترجمة الكتب المصرية إلى اللغة الأمهرية. إلى الآن كتب قداسة البابا شنودة، قداسة البابا توادروس، بعض كتابات الأباء الأساقفة والأباء الكهنة في مصر يتم ترجمتها إلى اللغة الأمهرية. فهذا نوع من أنواع الأدب، نوع من أنواع الحضارة القبطية وتأثيرها على حضارات الشعوب الأخرى. قدسك في البحث أيضا تكلمت عن كتاب علم النبات والحيوان ترجم من اللغة القبطية للغة الإثيوبية الجيز. يعني معلومة عندي إن كان في كتب باللغة القبطية عن النبات والحيوان وترجم للجيز، ترجموا الأقباط ربما لفائدة التلاميذ في أثيوبيا، تلاميذ المدارس. ما هي المخطوطات أيضا اللي ترجمت من القبطية للأمهرية الجيز، زي مثلا على مدى القرون ولا مخطوطات قديمة جدا؟ هي حركة الترجمة لما بدأت في القرن الرابع أخذت المخطوطات، طبعا مخطوطات الخلاجي أو أول قداس تم ترجمته أي إلى لغة الجيز كان هو قداس القديس ماري مرقس الرسول المعروف بقداس القديس كيرلس عمود الدين. فما تم ترجمته أيام أنبا سلامة النسخة الأصلية للكتاب المقدس للكتاب القداس الكيرلسي قبل وضع
الصلوات اللي تم وضعها ايام البابا كرولوس، وترجم عديد من الكتب اللي هو كتاب علم النبات والحيوان، ده تم ترجمته في القرن الـ14. وعندي رأي يعني قد يصيب وقد يخطئ، ان وضع هذا الكتاب هو الانبا اثناسيوس اسقف جوس، لانه له العديد من المؤلفات، منها كتاب قاموس باللغة القبطية يحتوي على 16 فصل، احدى الفصول التشريح العلمي للحيوان والنبات والعطور والأطياب وما شابه والنباتات اللي كانت موجودة في عصره في القرن الـ14. فأنا أعتقد، ده رأيي الشخصي، أن هذا الكتاب كان وضعه أنبا أثناسيوس أسقف جوس وتم ترجمته في القرن الـ14، لأن هناك العديد من مطارنة أثيوبيا كانوا من الصعيد، فكان طبعا قريب عليهم ياخدوا الكتب وياخدوا بعض قوانين الأنبا أثناسيوس أسقف جوس ويتم ترجمتها إلى اللغة الأمهرية أو لغة الجيز، وبعد كده يتم ترجمتها للغة الأمهرية. قدسك عندك سلايدز نحب نتفرج عليها دلوقتي على الكمبيوتر، ممكن تطلع على الشاشة نشوف على الشاشة الأول سلايد. أوكي، ده عنوان المؤتمر ومحطوط طبعا صورة مخطوطتين بالأثيوبي، بعد كده ملخص عن المؤتمر، ملخص عن البحث نفسه، الترجمة بدأت ازاي، تأثير الأدب القبطي على الكنيسة الأثيوبية وعلى الأدب الأثيوبي، بعد كده متى بدأت حركة الترجمة، بدأت حركة الترجمة من القرن الرابع وامتدت حتى الثامن، وكانت اللغة اللي بيترجم منها ساعتها القبطي الصعيدي واللغة اليونانية، وبعدين في القرن الـ13 كان الأدب مترجم عن القبطي البحيري والقبط الصعيدي والسرياني والعربي المصري، وكان في بعض المترجمين الأثيوبيين ظهروا في القرن الـ14 زي ماكونون جيتاتشو وكابيدو منجشة وجبرة إكزابير، دي ما أيقونة لأبونا سلامة مطران الحبشة، أول مطران على الحبشة، وهنا أبونا سلامة وجنب منه رئيس الملائكة ميخائيل وأحد القديسين الأثيوبيين. أبونا كان عندنا على الحبشة بحسب الجدول اللي اتوجد في أكسوم مكتوب بلغة الجيز 111 مطران قبطي على الحبشة، لكن بعد ما اطلعنا على الكتابات المتبادلة بين الأباء البطاركة المصريين وأباطرة الحبشة وجدنا عديد من الأسماء لم يدرجوا في هذا الجدول، يعني فوق 114 مطران قبطي رسم لرعاية الكنيسة الحبشية في إثيوبيا، بداية من أبونا سلام الأول 330-368. بعد كده احنا بنذكر أشهر الأباء اللي قاموا بحركة الترجمة، أبونا يعقوب ده بيسموه الكارز 1337-1344، ده أول حاجة عملها رسم 12 راهب من دير دبرة لبانوس ودبرة دمو وصلى عليهم وبعتهم يكرزوا وسط الديانات الإفريقية، عشان كده بيسموه الكارز. بعدين في القرن الـ14 برضو 1350-1390 أبونا سلامة الثاني، وده أطلق عليها الأثيوبيين تورجوامي باللغة الأمهرية ولغة الجيز يعني المترجم، ده أبونا سلامة الثاني قام بأكبر حركة ترجمة كبيرة جدا في ذلك العصر في القرن الـ14. كانت الكنيسة القبطية بتمر بمرحلة ازدهار وإنتاج أدبي غزير، مما أثر على الكنيسة الأثيوبية وأثيوبيا في ذلك العصر بترجمة العديد من الكتب، سير القديسين وعجائب العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل، وعمل إعادة لترتيب الكتاب المقدس على النسخة المصرية. بعد كده في أبونا سلامة الثالث، ده كان في القرن الـ19،
1841 ل 1867 ده وصل إثيوبيا، وكانت ساعتها بتعاني من التبشير الكاثوليكي، فعمل جهود مكثفة لرد الشعب إلى الكنيسة، لحضن الكنيسة الأرثوذكسية مرة أخرى. بعد كده في الأنبا خريستو زولو الثالث، وده كان مطران أورشليم، وبعد كده أخدوه مطران على الحبشة. ده ترجم السنكسار الإثيوبي من الجيز للغة العربية، وعندنا النسخة موجودة في المتحف الجبطي اللي هي ترجمت أيام أبونا خريستو زولو الثالث من الأمهرية من الجيز إلى اللغة العربية. بعد كده هنا أهم الكتب اللي تم ترجمتها، يعني أهم لأن لستة الكتب كبيرة جدا، أهم الكتب اللي تم ترجمتها من اللغة المصرية سواء القبطية أو العربية المسيحية إلى اللغة الأمهرية، كتاب المقدس طبعا بدأ في الرابع، وبعدين في القرن الخامس ظهروا 9 يسموا بالقديسين التسعة، ودول معظمهم كانوا رهبان مصريين. وبعدين في القرن السادس اكتمل الكتاب المقدس ومخطوطات الكتاب المقدس. بعدين الليتروجي الطقس الاثيوبي بيتكلم روفينوس في كتابه التاريخ بتاعه في سنة 345 و510 على ان اول اسقف اترسم كان هو ابونا سلامة الاول ايام البابا اثناسيوس الرسول، وهو اول من بدأ حركة الترجمة، وترجم كتاب القديس انطونيوس اللي كتبه البابا اثناسيوس الرسول، وقوانين القديس باخوميوس. وقوانين القديس باخوميوس دي مع كل راهب اثيوبي في الجلاية بتاعته، شرط اساسي انه لما يدخل يكون عنده قوانين القديس باخوميوس. وبعد كده ترجم الكتاب الخلاجي الذي احتوى على 14 قداس، قداس الرسل، قداس الرب، قداس يعقوب ابن زبدي، القداس المريم اللي كتبه الانبا كرياكوس اسقف البهناسة، قداس ال 318 المجتمعين بنيقيا، قداس البابا اثناسيوس الرسول البطرك العشرين، قداس القديس باسيليوس، قداس القديس غرغوريس الاول، قداس القديس إبيفانيوس أسقف قبرص، قداس يوحنا فم القديس يوحنا ذهبي الفم، وقداس القديس كورولوس اللي هو القداس المرقوسي، بعدين قداس القديس يعقوب، وقداس البابا ديسكوروس البطرك الخمسة وعشرين بابات الكرازة المرقوسية، وقداس القديس غرغوريوس الثاني. بعد كده كتب القانون، كتب القانون طبعا اول حاجة ترجمة كتاب الدسقولية، وبعدين قوانين بعض الأبازة، قوانين البابا اثناسيوس الرسول، وقوانين ابن العسال كتاب. بعدين السنكسار الاثيوبي تم ترجمته عن اللغة العربية في القرن الـ14 بواسطة ابونا سمعان الانطوني، وبعدين مجموعة من الكتب المتنوعة واللي تم ترجمتها زي كتاب الكاليندر الاثيوبي مأخوذ عن الكاليندر القبطي، يعني الرأس السنة الاثيوبية هو هو رأس السنة القبطي، والختامة والنتائج اللي طلعنا بها من المؤتمر. حاجة جميلة جدا جدا جدا. 3/4 المعلومات اللي قدسك قلتها انا ما سمعتش عنها في حياتي سابقا، يعني بالرغم من اكتراثي بان انا اتعرف على التراث ده كله. حاجة جميلة التشابك بين الادب القبطي والادب الاثيوبي في كل هذه الفروع. شكرا يا تسابونا. العفو دكتور، شكرا لسيادتك. في هذا المؤتمر ليس فقط الباحثين المتخصصين المتفرغين للدراسات القبطية، بل ايضا كل الغاويين كهواية واخدين الموضوع، يعني يا إما بالنسبة للهوية القبطية يا إما بالنسبة للمتعة العقلية. ففي أنا عملت انترفيو لأحد الأحباء مع دكتوراه في الايروسبيس انجينيرينج جاي من واشنطن دي سي عشان يحضر المؤتمر، وكانت فرصة جميلة أن احنا نشوف اهتمام الأقباط بتراثهم متمثل في هذا النوع من الشباب الجميل.
نشوف فيديو رقم 3. في المؤتمر التقينا بالدكتور سام ونيس من واشنطن دي سي ومتخصص في الايروسبيس انجينيرينج. مرحبا يا دكتور سام. اهلا. احنا سعداء ظهرت معنا على لوجوس تي في قبل كده، والمره دي سعداء ان احنا نسالك عن انت جاي من واشنطن دي سي عشان تحضر المؤتمر. انا عارف اهتمامك السابق بالقبطيات، انما ليه المؤتمر ده مهم بالنسبه لك؟ ان انا مهتم بان انا اتعرف اكتر بال الجذور بتوعي القبطيه، فبقرا كتير عن التاريخ القبطي وعن الحضاره القبطيه. ولما سمعت عن الكونفرنس ده وانه كتير من اللي بيكتبوا الكتب والارتكلز والبيبرز يعني في المجال ده جايين وجايين من انحاء كتيره من العالم هنا، بالنسبه لي دي فرصه ما تتعوضش، وبالذات انها بتحصل بس مره كل 4 سنين، ف يعني ده السبب الرئيسي. وبالنسبه لي انا رغم انه ده مش المهنه بتاعتي زي دكتور سعد قال، دي بالنسبه لي اكتر من هوايه، يعني اكتر من حاجه بس بعملها على الجنب. انا دي بالنسبه لي نوع من التعرف على الاصل والجذور بتاعنا احنا كأباط. هل بتستفيد منها روحيا يعني، ولا ده مجال معزول عن المجال الروحي؟ ما اعتقدش ان هو معزول او يعني directly له تأثير. اعتقد ان هو secondary effect، يعني بيبقى فيه بعض الحاجات الروحية اللي بتطلع منه، لكن مش شرط، مش دايما، ومش هو ده السبب الرئيسي اللي بيخليني اجي هنا. لكن اللي بيحصل انه انا ممكن اسمع حاجة او اقرأ حاجة عن حاجة في التاريخ حصلت او اتقالت، ودي بتتعلق بحاجة تانية مثلا سمعتها في او قريتها في الانجيل، وده بالنسبة لي حاجة ما تتعوضش. يعني مثلا تاريخ الاستشهاد، النهاردة في المؤتمر سمعنا كذا جزء اسم ما كتبه الاقباط في الادب القبطي عن الشهداء. ده يعني دي النواحي اللي انت تقصدها بطريق غير مباشر بتستفيد منها روحيا. طبعا مش ضروري ان الواحد يحضر اي مؤتمر عشان تكون حياته الروحية في اعلى سمو، انما بما ان احنا بنحضر مؤتمرات في جميع انواع الفروع العلوم والفنون، من باب اولى نحضر مؤتمر للقبطيات. ما رأيك؟ طبعا انا معاك في النقطه دي 100%، ان احنا بنحضر حاجات كتيره متعلقه بالهندسه بالنسبه لي مثلا، ودي بالنسبه لي انها بترفع مستوى القبطيات بالنسبه لنا، مش بس ان احنا بنقراها في كتب بس، بنتجمع وبناخد من وقتنا عشان نحضر مع الناس اللي عندهم برضو الميول ان هم يتعرفوا على اصلهم والتاريخ بتاعهم. هل بتشعر مثلا ان العلماء القبطيات الغير اقباط لما بيشوفوا ان اقباط حاضرين معاهم وبيتناقشوا بيسالوا بيشعروا بنوع من التشجيع؟ يعني هل دي لمستها؟ اعتقد ان انا شايف ان في كتير من اللي موجودين في الكونفرنس ده مش بس يعني امريكان ومن اوروبا، بس مصريين ومسيحيين ومسلمين، ودي بالنسبه لي حاجه انا مفتخر بيها. شكرا دكتور سام، ونشوفك مرة تانية في مؤتمرات قادمة إن شاء الله. رؤية رهبانية للحضارة القبطية في سياق المؤتمر الدولي 11 للدراسات القبطية الذي تنظمه الجمعية الدولية للدراسات القبطية، وقد كلفت جمعية القديس شنودة القبطية بلوس أنجلوس بتنظيم المؤتمر 11، وعينت المهندس هاني تاكلة كسكرتير للمؤتمر ومنظم وواضع للبرنامج، وده يعبر عن الثقة التي تضعها الجمعية الدولية في جمعية قبطية بقالها 30 سنة بتساهم في نشر والمحافظة على التراث القبطي، وثقة في المهندس هاني تاكلة بالتحديد. نشكر الله من أجل هذا الجزء وكل البركات
النعم الإلهية التي شعرنا بها في هذا المؤتمر. الجزء الثاني من حلقة اليوم مع قدس أبونا الموقر القمص بيجول السرياني أمين مكتبة دير السريان. أهلا وسهلا وتسوون. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. قدسك قدمت بحث في المؤتمر عن البابا يوحنا الثالث عشر وهو نمرة 94 في عداد بطاركة الكرسي السكندري. ما هو إيه المعلومات الجديدة عن ولماذا اخترت سيرة هذا البابا بالتحديد؟ في الحقيقة لازم في الأول نعرف أن تاريخ بطاركة الكنيسة في فترات طويلة جدا يعني مش مخدومة كويس، فيها ضحالة في سرد المعلومات، خاصة يعني في القرون الوسطى، ممكن مثلا من القرن الـ13 لحد القرن الـ18 ما تلاقيش سيرة مخدومة غير سيرة البابا متاوس الأول اللي هو 87، لكن ما قبل وما بعد ممكن تلاقي سيرة اقتصرت على تاريخ الرسامة، مدة إقامة الأب البطريرك على الكرسي الماركوسي وتاريخ نياحته. ويبقى كويس جدا لو قالوا مثلا الحاكم اللي كان في وقته كان مين، أو أي يعني حاجة تدلنا على أن احنا نقدر نبحث في تاريخ هذا الأب. من ضمن الأباء اللي يعني التاريخ أنكرهم وأنكر أعمالهم بصراحة في وسط الآباء البطاركة البابا يوحنا الـ13. البابا يوحنا الـ13 هو في يعتبر آخر واحد من بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دولة المماليك الجراكسة. الفترة بتاعته شهد تولي حوالي 15 ملك من الجراكسة المماليك واثنين من العثمانيين، ففترة ملتهبة جدا في التاريخ فيها أحداث كتيرة جدا وليها يعني تأثيرات على الكنيسة، وفي دلائل يعني نوع من التفاعل ما بين التاريخ الكنسي والتاريخ العام لمصر في الفترة دي. فالحقيقة شدني ان محدش يعرف اي حاجة عن البابا يوحنا، وبصفتي انا كأمين لمكتبة دير السريان فكل المخطوطات بتبقى يعني انا بشوفها وبنظمها وكده. الحقيقة يعني هي مكتبة عريقة جدا، تعتبر نمرة 2 في المكتبات القبطية، أكبر مكتبة من حيث عدد الكتب هي المكتبة البطريركية، نمرة 2 على طول هي مكتبة دير السريان. مكتبة دير السريان فيها مخطوطات باللغة السريانية واللغة القبطية واللغة العربية واللغة اليونانية واللغة الأثيوبية، والحقيقة اللغة الأمبول اللغة الأثيوبية لأنها أكتر من دالكت، يعني ما هوش كله جاز ولا كله أمهاري، لا في حاجات من قديم من زمان وفي حاجات حديثة يعني. ففي وسط ما أنا ما كنت بدور على حاجة في المخطوطات لقيت يعني نوت مكتوبة بخط مخالف عن المخطوط، بيقول كده: لما كان بتاريخ اليوم الثلاثاء 15 أمشير سنة 1200 للشهداء الأطهار، كمل الحقير مسطرها في خدمة الشعب المسيحي بالكرسي المرقسي وماضي، وكاتب من فوق المجد لله في العلا والخلاص للرب. والعبارة دي لما بتكتب في اي انوتيشن او اي حاشيه او نوت في المخطوطات يبقى على طول دوت يا بطرك اسقف اللي كاتبها.
فالتاريخ ده أنا رحت أشوف في جدول تواريخ الآباء البطاركة، قلت يمكن يكون دوت بتاع حد من الآباء البطاركة، فلقيته هو 15 أمشير 1200 في الكتاب بتاع كامل صلاح نخلة، يبقى يساوي تاريخ رسامة البابا يوحنا 13. المخطوط دوت عبارة عن كتاب بستان الرهبان ويخص البابا يوحنا لما كان راهب في الدير. فمن هنا وقت ابتديت أمشي في أبحث عن سيرته، هل هو فعلا كان راهب في الدير ولا هو يعني كتاب ده جاي من برة وهو جايبه معاه، يعني يخص دير تاني كده يعني. فابتديت أشوف أول حاجة زي ما حوريكم دلوقتي أن أنا أشوف المصادر اللي جابت الكتاب ده التاريخ بتاعه. ففي كتاب تاريخ البطاركة اللي هو منسوب للأسقف ساويرس ابن المقفع من القرن العاشر، وبعد كده هو تكملوه الأراخنة والشمامسة في القرون الوسطى. بيقول إن هذا الأب اترسم يوم 17 أمشير سنة 1199 للشهداء، وإن هو قعد هو يعني اتنيح في 11 أمشير سنة 1240، وإن هو قعد على الكرسي المرقسي حوالي 40 سنة و11 شهر و26 يوم، وإن هو قعد في مصر عاصر دخول العثمانيين لمصر سنة 1517، وقعد في زمن السلطان سليم الأول وكده. المصدر الثاني هو كتاب تاريخ البطاركة المنصوب ليوساب أسقف فوة، والنسخة الوحيدة اللي تملكها الكنيسة الأرثوذكسية من هذا الكتاب هي موجودة عندنا في الدير، ما فيش نسخة تانية له. وفي التاريخ ده هو برضو كاتب نفس الحكاية، ان البابا يوحنا ال 13 اللقب بتاعه ابن المصري دوت اترسم يوم 17 امشير 1199 للشهداء، واتنيح يوم 11 امشير 1240، وان هو قعد في خدمة الكنيسة 40 سنة و11 شهر و26 يوم، وانه اتنيح في ليلة الاحد 12 من امشير، واتدفن في كنيسة العذراء حارة زويل. قلت طيب اشوف هل فيه مصادر تانية. كتاب التواريخ بتاع ابو البركات كاتب نفس الكلام تقريبا، وبعدين مفيش اي حاجة تانية تديني اي دلالة عن تاريخ هذا الاب البطريرك. فابتديت اشوف المراجع الحديثة الحقيقة يعني، فشفت كتاب الخريدة النفيسة، لان دوت يعتبر برضو كتاب مرجعي كتبه الاسقف إيسيدوروس اسقف دير البراموس في نهاية القرن التسعة عشر، وكتب عن ترقية البابا يوحنا الـ13 ان هو في سنة 1475، ودوت لان هو لبناني الاصل فماشي تبع التقويم اليولياني. ولكن لما نعمل الفرق في ما بين التقاويم يطلع هو نفس الوقت تقريبا زي ما كامل صالح نخلة كتبه، ومش كاتب اي برضو بيانات اكتر من يوم الرسامة ويوم. وبعدين رحت على كتاب كامل صالح نخلة كاتب سيرة كويسة بحثية يعني الحقيقة للبطرك ده، وكاتب ازاي يعني اختاروه الأراخنة مع المجمع المقدس اختاروا الراهب ده، وكاتب انه ما فيش حد يعرف ديره فين، المؤرخين ما قالوش الدير بتاعه كان فين، ومحدش يعرف اي حاجة عنه اكتر من انه في 15 امشير سنة 1200. هنا في اختلاف بقى، واحد قال 1199، واحد قال 1200، واحد قال 17 امشير
واحد قال 15 أمشير، يعني فيه أكتر من تاريخ. كمان لما نيجي نحول التاريخ اليولياني اللي كتبه الأسقف إيسيدوروس يطلع برضو في نوع من الاختلاف ما بين المصادر القديمة، لكن يبقى مقرب قوي من يوحنا من كامل صالح نخل. فلما جيت أشوف أقارن الكلام اللي أنا لقيته دهوت بالتسجيل اللي كتبه البابا يوحنا بنفسه، لقيت إن هو كاتب في يوم الثلاث، ويعني هشوف بعد كده هوت نكمل، بس يعني يوم الثلاث ديت ليها مشكله برضو. فالمهم ان انا رحت قلت اكيد بقى الموسوعه القبطيه هتدلني اكتر واكتر عن البابا يوحنا. فشفت تحت دير المحرق، لقيت انه كاتب ان من دير المحرق طلع ثلاث بطارقه، البابا غبريال سنة 1370، البابا متاوس الأول 1378، البابا متاوس الثاني 1452، وبعدين قال والبابا يوحنا 1484. فطب قلت ازاي تحصل الحكاية دي؟ فرحت أشوف كتاب دير المحرق اللي هو مطلعه كتوثيق للدير والرهبان اللي اتخرجوا منه سواء بطاركة أو أساقفة أو كده. فشفت الليستة بتاعت الأسماء ما فيش البابا يوحنا 13، فقلت طب إذا كان الدير مطلع كده إن ما فيش، فابتديت طبعا كل شوية الغموض بيزيد، يعني مش الحكاية بتتحل، دي الحكاية بتزيد. لكن لقيت كاتب تحت البابا يوحنا 13 إنه قعد في الفترة من 1484 بدون ما يذكر أي حاجة عنه أكتر من أنه هو اتقال أنه هو من دير المحرق. وبعدين لما جيت أشوف البطرك اللي بعد منه للبابا غبريال، لقيت أنه كاتب أن في 5 فبراير سنة 1524 البابا يوحنا اتنيح. فأنا قلت أعمل جدول ألم فيه كل المعلومات دهيت وابتدي ادرسها، وحضراتكم تشوفوها معايا يعني انه تواريخ ممكن تنفع. التاريخ البطاركة الاولاني وبنرمز له بالاتش بي، ده يعني علامة دولية، 17 امشير 1199، ويتنيح في 11 امشير 1240، يبقى 40 سنة و11 شهر و24 يوم، رغم ان هو كاتب ان هو 26 يوم، يبقى فيه هنا هو خطأ يومين. يوساب أسقف هو كتب نفس الكلام، 17 أمشير 1199 و11 أمشير 1240، ويبقى 40 سنة 11 يوم 11 شهر و24 يوم، نفس الخطأ. وده السبب ان اللي أضاف السير دهيت الأباء الكهنة كتاب الآلية البطريركية في نهاية القرن السبعتاشر، فكان في جاب كبير وفقرة كبيرة جدا ما بين الأحداث وما بين ما هم مسجلوها. فطبعا مع الجهل اللي كان منتشر وقتهم يدينا ان احنا ممكن نتوقع اي حاجة ممكن تحصل، خاصة في كتابة التواريخ. الأسقف إيسيدوروس قال 15 أمشير 1475، بس تبع التقويم اليولياني، ولما نحسبه يطلع 40 سنة و11 شهر و26 يوم. لو شفنا كامل صالح نخلة هيقول 15 أمشير 1200 والنياحة 11 أمشير 1240، يبقى 39 سنة و11 شهر و26 يوم، يعني 40 سنة إلا 4 أيام، مش 40 سنة مش 41 سنة إلا 4 أيام. يبقى إذا فرق التواريخ دي كلها يطلع لنا حوالي سنة كاملة في دقة التواريخ اللي محطوطة لهذا الأب البطريرك. لكن صالح كامل نخلة قال إن الراهب ده اسمه يوحنا اللي اترسم وما قالش أي حاجة عنه، وقال إن هو من مدينة صدفة زيه زي الأسقف إيسيدوروس، لكن برضو ما جابوا الكلام دوت منين؟
محدش يعني يعني كامل صالح نخل قال ان المؤرخين لم يذكروا شيئا عن هذا الاب البطريرك. فانا اخذت الكلام ده ورحت عملت له مرايه مع الكلام اللي كتبه الاب البطريرك نفسه. فبيقول لما كان بتاريخ يوم الثلاثاء 15 امشير سنه 1200 للشهداء كمل للحقير مسطرها في خدمة الشعب المسيحي بالكرسي المرقسي سنة كذا حيعيدها من جديد بنعمة ربنا يسوع المسيح الذي له المجد للأبد أمين. إذن أنا هو بنفسه كاتب التاريخ بتاعه، يبقى أنا أبتدي من هنا. فابتديت فعلا من هنا هوت أن أنا أشوف يوم 15 أمشير. طب المشكلة طلعت لي أنه هو يبقى يوم 3، يوم 3 ده ما ينفعش يبقى فيه ترقية للأب البطريرك، لأن حسب قوانين المجامع المقدسة أن البطريرك لازم يترسم يوم حد، فإزاي يترسم يوم 3؟ فابتديت أشوف في بالأبقتي، عملت الحسابات فلقيت أن 15 أمشير 1200 يطلع يوم حد. لكن لو ابتديت أعمل حسابات التواريخ عن طريق المعادلات الزمنية الحديثة على التاريخ الميلادي يطلع فيه أخطاء، يجيب لي 15 أمشير 1199، فحطنا في يعني حيرة تانية جديدة. ما أقدرش أمشي على التاريخ الميلادي لأن التاريخ الميلادي حصل له تعديل 1582، فما أقدرش أحسب بالمعادلات الحديثة ما قبل 1582. إذن الطريق الصحيح بتاعي أن أنا أحسبه عن طريق الأبقتي. فلما أحسبه عن طريق الأبقتي يطلع 15 أمشير 1200 يوم حد. فأنا رحت قلت على طول يبقى إذن هم اختاروه يوم الثلاث وأبقوه زي ما مكتوبة كده هوت في الترتيب الطقسي للبابا غبريال، كاتب كده أنه لو اختاروه في وصل أسبوع يبقوه حتى ليلة الأحد. يبقى إذن هو فعلا اختاروه يوم 3 وده يبقى يوم 10 أمشير وأبقوه لليلة الأحد اللي هي 15 أمشير، ويبقى كده التاريخ بتاعه 39 سنة و11 شهر و26 يوم اللي هو يعني 40 سنة إلا 4 أيام. دي أول نقطة. النقطة الثانية نيجي بقى على حتة أنه هو قال أن اسمه يوحنا. فلقيت في مخطوطة عندنا في المكتبة برضو نوت مكتوب بخط الأب كرياكوس رئيس الدير: أذكر يا رب عبدك الخاطي يوحنا ابن المصري برحمتك، وعينه على خلاص نفسه ودبر حياته كما سرتك، وافتح عيني عقله وقلبه ليفهم أقوالك ويعمل هواك، وجود عليه بإحساس القوة المتخفية في كلامك المحي، ومنحه الحكمة والإفراز الإلهي ليفهم ويعرف ما فيه خلاص نفسه، وخلصه من جميع فخاخ العدو ومناصبه، وأوصله إلى ميناء الخلاص الهادي بغير خسران بشفاعة ستنا السيدة والشهداء والقديسين أمين. فيوحنا ابن المصر، لما نشوف تاريخ دير السوريان ونشوف أن الرهبان السوريان جم عاشهم في الدير دوت جنبا إلى جنب مع الرهبان المصريين الأقباط، فكانوا يقولوا على عشان تشابه الأسماء لما يبقى فيه النفرين أو اتنين رهبان بنفس الاسم يبقى دوت الراهب المصري أو ابن المصري يعني الإبتي، وده الراهب السورياني. فهنا هو بيقول يوحنا ابن المصري، هو ما هو ابن أبوه ما اسموش مصري، ولكن دي صفة أو كناية عن إن هو مصري. فنلاقي تحت الفقرة ديت على طول دي بخط رئيس الدير، لكن تحت منها على طول بخط يوحنا بنفسه بيقول كده هوت: أذكر يا رب عبدك يوحنا ابن حسقيال، وعينه على خلاص نفسه بصلاة ستنا العذراء وجميع الشهداء والقديسين. وكاتب بقى ان هو التاريخ 1190. اذا هو كان راهب في دير السوريان في 1190. دي ما كانش حد يعني ما كناش نعرفها قبل كده. يبقى اذا هو كان موجود في الدير 1190. طب انا هتحقق من الموضوع دوت ازاي؟ رحت طبعا احنا عندنا مخطوطات سوريانيه، فرحت اجيب من المخطوطات السوريانيه الكولوفونات او الاهداءات
كل مخطوط بيبقى له كولوفون او له اهداء في الاخر بيحكي اي حاجه حصلت او مين اللي اتصرف على المخطوط ومين اللي كتبه ومين كده، ولو في احداث حصلت بيكتبها برده في نفس الدباجه دي. فلقيته ان هو بيشكر يوحنا ابن حسقيال ابن المصري، يبقى يوحنا ابن حسقيال ده اسمه، وابن المصري ده كناية على ان هو قبطي من مصر، وقال ان المخطوط ده هو اتكتب 1483 بخط وكملوه اتنين من الرهبان السوريان، واحد اسمه موسى والتاني اسمه ابراهيم في سنة 1484. فطب قلت ماشي اوكي، هو يوحنا ابن المصري وهو 1190 يعني حوالي 1475 او كده، هو حوالين هذا العام كان موجود في الدير، وفي رهبان هم اللي كتبوا المخطوط دوت ليه وكملوا سنة 1484، وهم كاتبين بقى في 1484 بيقولوا ان هو كان ماهر في اللغة العربية والسريانية والمصرية، وهنا وقت المصرية تعني القبطية لأن ما فيش ساعتها كان هيروغليفي، يبقى هو راهب قبطي ولكنه كان ضليع في اللغات، فالكتاب اللي كتبوه السريانيين هو برضو يقدر يقراه وكده. الحاجة التانية اللي كاتبينها ان هو كانت له البدرة بيتكلم على انه كان موجود ومشي، يعني في صياغة اللغة السريانية تفيد انه ان الراهب يوحنا ابن حزقيال ده كان موجود في كان راهب في الدير ولكنه دلوقتي يعني اترقى او طلع بره الدير في مهمة اعلى. فلما نيجي ناخد الكلام ده ونحطه جنب بعضه نقدر بسهولة نستنتج انه هو الراهب يوحنا ابن حزقيال او ابن المصر ككناية هو راهب من الدير. هنا لقيت برضو في مخطوطة تانية يعني نوت مكتوبة بتاريخ سنة 1484 للشهداء الاطهار، طلع اخ اسمه موسى الى دير السوريان وتوطن فيه. يبقى لما نجيب اللي قبل منها ويقول ان اللي كاتب اللي كمل هذه المخطوطة القس موسى سنة 1484، وهنا هو يقول ان في سنة 1484 طلع راهب، يعني طلع يعني هو جاي من لبنان لسه وحيقعد في الدير في سنة 1484، اذا هنا هو بتكتمل الصورة لينا ان الراهب يوحنا ابن حسقيال كان من رهبان الدير في ذلك الوقت. وانا كنت بدور في الحاجات المتناثرة في المكتبة لقيت تجليد قديم، وبالصدف العجيبة قريت الكلام اللي مكتوب عليه، يعني حاجة غريبة جدا، ده مكتوب ايه؟ اذكر يا رب الخاطئ المسكين سعد راهب بدير السيدة بالسوريان ابن القس يوحنا المصري ابنه في الرهبنة، واذكر سائر بني المعمودية. إذن والتجليد دوت يخص يعني كتاب يعني في بعض الأوراق بس منه، وعن طريق تحليل المواد ولغة الكتابة وكده هو نقدر نقول انه هو من القرن الخمستاشر، يعني في 1480 مثلا او كده. اذا هو كان راهب في دير السوريان اسمه يوحنا ابن حزقيال، كان اب رهبنة وله تلاميذه، وبكده قدرت انا اضيف على السيرة بتاعته بعض المعلومات الجديدة. الحقيقة البيبر اللي انا او الورقة البحثية اللي انا قدمتها في المؤتمر ده جزء من سيرته كاملة اللي انا يعني شغال فيها واشتغلت فيها، لكن كتيرة جدا ان انا اقدر اضمها في مؤتمر واحد، فانا اخدت الحاجات الاولانية عشان اثبت تواريخه
وأقول هو من أنه دير ودوت، يعني من ضمن الحاجات الضرورية أن احنا كلنا نعرفها، الراهب دوت بقى أسقف بقى بطرك منين أو كده هوت، يعني لازم تكون معلومات. في منتهى الأهمية تأريخ الفجوات اللي نادرا ما تجد عنها شيء مكتوب. يعني كنت بعمل بحث عن تاريخ انتخاب كيفية انتخاب 118 بطريرك، وتأكيدا لكلام قدسك لم أجد في الفترة دي بتاعت المماليك والعثمانيين شيء كتير منشور. يعني حاجة سطحية جدا وضئيلة جدا. فنشكر الله ان قدسك وبقية الاباء الرهبان بيحاولوا يستكملوا من مكتبات الأديورة والمكتبة البطريركية عملية التأريخ، لأن مش هتلاقيها في مجلد واحد. يعني قدسك شفت تقريبا 7-8 مجلدات عشان يدوبك تضبط مواعيد الرهبنة والبطريركية والنياحة بتاعة البابا يوحنا. شكرا يا أتسابونا. معنا مكالمة من الأستاذ نبيل عبد الملك اللي حضر المؤتمر. أهلا يا أستاذ نبيل من مونتريال، وأشكرك على قبول الدعوة أنك تدينا تقييم للمؤتمر. ده أنا اللي بشكر سعادتك يا دكتور، وأنا سعيد أن أرى وأستمع إلى قامات من الآباء المبجلين المحبوبين، القمص بيجول السرياني والقمص أنجيلوس النقادي، وأنا طبعا أخذت بركة بلقائهم، وهاتين قامتين من القامات الرائعة، وينبغي أن نأخذ في الاعتبار أن يكون هناك أسقفا للثقافة القبطية وأسقفا للأديرة وتعمير الأديرة كما كان المتنيح الأسقف صموئيل. هذه علامات رائعة في تقدم العلوم القبطية من خلال آباء مشتقين وعلماء وهم أسقفيات علمية متحركة، ويستحقون أن تكون لهم أماكن لإعداد تلاميذ من الشعب ومن الرهبان الجداد. ما أريد أن أقوله في عجالة أن هذا المؤتمر كان من أعظم المؤتمرات التي حضرتها، وخصوصا أنها كانت على قامة في الإنتاج العلمي واتساع في التكنولوجيا، نحن في عصر التكنولوجيا والديجيتال مينز، وهذا سيعطي للغة القبطية تحديدا طفرة في التقدم وفي الاتساع في انتشارها. في ذات الوقت أسعدني كثيرا أن أرى بعض الشباب المصريين من إخواننا المسلمين وهم من دارسي ومن معلمي اللغة القبطية التي هي اللغة المصرية في المرحلة التي نسميها بالقبطية. فما نراه اليوم هو أمر هام جدا لانتشار الثقافة القبطية كما قال القمص أنجيلوس النقادي، أن الثقافة القبطية هي مجد مصري قديم وحديث، وعلينا أن نخرجها من داخل الكنائس إلى المجتمع كله حتى تزداد المعرفة، وحتى يكون هناك ثقافة للحضارة الحديثة، ونغطي بقدر الإمكان على الآراء المنحرفة عن الثقافة المصرية. نريد إعادة الثقافة المصرية أمام الثقافة البدوية، وهذا يكون
من خلال الثقافة القبطية التي تجمعنا جميعا كمصريين. في النقطة الأخيرة التي أريد أن أقولها، وجود شباب من الشباب، شباب يتحدثون عن الأمور الحياتية القبطية المصرية اليوم، وهذا شيء جديد يعني جاء مؤخرا في خلال مؤتمرين أو ثلاث مؤتمرات من المؤتمرات القبطية. هذا شيء إضافة جديدة وإضافة نرحب بها، أن نؤرخ لما يعيشه الأقباط اليوم. مهم جدا جدا، لن أطيل عليكم، مرة تحية للأباء المحبوبين، وبركتكم تنتشر داخل المجتمع القبطي وخارجه أيضا، وشكرا. أشكرك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل عبد الملك، مؤسس ورئيس الجمعية المصرية الكندية لحقوق الإنسان، وطلبنا من مونتريال حسب دعواتي له، وكان حاضر المؤتمر وألقى بحث عن اللغة القبطية خصوص بمعنى عيد النيروز، الأصل القبطي للغة للكلمة يفهم خطأ أنه أصل فارسي، إنما هو الأصل القبطي، وده كان عنوان بحثه في المؤتمر. أحب في ثلاث صور مفاجأة أو هدية لأبونا العزيز القمص. بيقول الدكتور جودة جبرة قعد ثلاث سنين ياخد تلامذة وأساتذة جامعة كليرمونت في شهر يناير من سنة 2008 و9 و10 لزيارة الأديرة القبطية وباقي المتاحف المصرية. الصورة دي مع نيافة الأنبا يوستوس رئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والدكتور جودة جبرة عن يساره والتلامذة كما نرى في الصورة. وبالمناسبة بعض هؤلاء التلاميذ كانوا حاضرين المؤتمر الأسبوع الماضي في جامعة كليرمونت، وكثير منهم تخرج ماجستير أو دكتوراه. الصورة اللي بعدها نفس التلامذة مع نيافة الأنبا متاؤس رئيس وأسقف دير السريان، وده الصورة دي في دير السريان. الصورة اللي بعدها التلامذة مع قدس أبونا بيقول في مكتبة دير السريان، بيسألوه وهو بيشرح لهم المخطوطات. وطبعا نشكر قدسك على استضافة تلامذة جامعة كليرمونت سنويا لما بينزلوا يتفرجوا، بسبب ظروف الأمن بطلوا يعملوا الرحلة، وإن شاء الله يستردوا في يناير القادم في هذه الزيارة. ننتقل إلى الجزء الثالث من البرنامج مع أبونا زكريا البراموسي كاهن الكنيسة القبطية في المكسيك. وفي هذه الفترة في انترفيو أنا تشرفت بعمله مع قدس أبونا أثناسيوس فرج كاهن كنيسة ماريمينا والأنبا أنطونيوس برذرفورد نيوجيرسي، الذي كان حاضرا المؤتمر ومساهما فيه بأبحاث ومع أسرته، وكان جو يعني فرصة ذهبية أن احنا التقينا به. ومدام ميري فرج بنته والباحثة أيضا في القبطيات، فنشوف الانترفيو. احنا في المؤتمر القبطيات مع قدس أبونا أثناسيوس فرج كاهن كنيسة ماريمينا والأنبا أنطونيوس برذرفورد نيوجيرسي. أهلا وسهلا قدس أبونا. أهلا بيكم، مرحبا بك في لوجوس تي في. و قدسك جاي من نيوجيرسي عشان تحضر المؤتمر، ايه اللي دافع ان خلاك تيجي تحضر المؤتمر؟ دوافع كتيره جدا. الدافع الاول الكونفرنس ده، اول مره يبقى الاقباط هم المسؤولين عنه، سانت شنود ارشمند رايت، وانه موجود في كليرمونت يونيفرستي which was the pioneer in Coptic studies. And my speciality and my study was to study early patristics father and especially the Coptic. So it is for many reasons, and my children and my students there, I encourage them to study Coptology and Coptic study and the Coptic language. أتسك من مؤسسي الكلية الإكليريكية في نيوجيرسي، البابا شنودة الثالث عين أتسك
الأكاديميك دين. When the seminary established in New Jersey and Los Angeles in 1989 September, سيدنا البابا نايح الله نفسه عمل قسم في نيو جيرسي وقسم في لوس أنجلوس. في الوقت ده كنت سيدنا خلاني مسؤول عن تدريس قول الأباء وبعد كده يبقى دين فور ستودنت. أتسك أخذت الدكتوراه في أي فرع وفي أي جامعة؟ أنا درست هنا في many institutions and universities. My specialty early church father and patristics, especially Saint Athanasius the Great. نشكر ربنا ونرجو نشوف أتسك في المؤتمرات القادمة. أنا عارف أن أتسك مواظب على حضور هذه المؤتمرات من سنة من كل بتعقد كل أربع سنين. As a matter of fact, we have many conferences after this conference in our church in New Jersey for 5 days. And I invited some scholar here to stay with us there. So it will be for new generation in East Rutherford. هنعمل مؤتمر صغير بعد المؤتمر ده. هيبدأ الحد الجاي على طول. والاثنين والثلاث والأربع والخميس في كنيسة أنبنتونس مريمينا. عايز introduce قدم الولاد للسكابتك الصدي. ايه الحكمة من انك تعمل مؤتمرات مثل هذه في كنيسة اللي بتخدم فيها قدسك؟ ايه مكسبها للأسرة القبطية وللشباب القبطي وبالأخص الجيل الثاني؟ مكسب كبير جدا لانه هو الشاب بتاعنا اللي تربى هنا وتولد هنا اذا ما كانش يعرف الروتس بتاعته جذوره ويعرف تراثه القبطي وروحانيته الأرثوذكسية ويحس بالانها امبورتنت العالم كله بيتكلم عنها مش هيكيبت فلازم يعني نشجعهم نشجع الفاميلي والاولاد يعرفوا تاريخهم وابائهم وتراثهم القبطي الارثوذكسي. انا تشرفت باستضافه قدسك في لوجوس تي في قبل كده للحديث عن الارشزياكون حبيب جرجس وقدسك مؤسس سانت حبيب جرجس فاونديشن. ايه اخبار المؤسسه ونرجو ان احنا نسمع البرنامج الحالي لها. الفاونديشن كل ارشدياكون ناو سنت حيبيرس ارشدياكون حيبيرس ايديوكيشنال فند. The mission of this organization to encourage young Copts to study especially Coptic heritage, Coptic language, Coptic theology by assistance, by publication. And the conference we held now under the title Pope Shenouda the Third Coptic Theological Seminary and ارشدياكون حيبيرس فاونديشن فند. نشكر ربنا. Foundation goal of foundation to further to تشجيع الدراسات القبطية. شكرا يا تسابونا ونرجو نتمتع بأحاديثك مع لوجوس تي في المستقبل. أنا مبسوط إن شفت حضرتك ومرة تانية تبقى المؤتمر الجاي بإذن الله. شكرا. أعزائنا المشاهدين نشكركم على هذا مشاهدتكم لنا ونعود إليكم في برنامج الحضارة القبطية حلقة اليوم تحت عنوان رؤية رهبانية للحضارة القبطية من خلال الخبرة الجميلة العلمية الروحية الفكرية التي كانت في المؤتمر الدولي 11 للدراسات القبطية الذي عقد بجامعة كليرمونت في الفترة من 25 إلى 30 يوليو 2016. نسأل قدس أبونا القمص بيقول السرياني ما هو الذي دفعك لحضور المؤتمرات الدولية القبطية في خلال أول مؤتمر حضرته قدسك كان إمتى وإيه كان الدافع وهل لازال في مكاسب متبادلة من قدسك بتستفاد من المؤتمر بتاخد معاك حاجات معينة علمية متشوق انك تعرفها وبالتالي ايضا مدى استفادة العالم من مشاركة قدسك والاباء الرهبان في هذه المؤتمرات؟ في الحقيقة انا ابتديت ان انا اشارك في المؤتمرات الدولية من سنة 2000 وقبليها كنت أخذت مع الجماعة الهولنديين من جامعة لايدن الدبلومة بتاعت تاريخ الفن المسيحي
وابتدوا يدربوني على ان انا اعمل دراسات، ازاي اعمل دراسة وازاي اعمل بحث. يعني المرحوم بول فان مورسيل يعني كان الحقيقة مشجع ليا جدا ازاي انا اعمل دراسة، فقال لي مثلا لو انت حابب تعمل دراسة عن استخدامات الادوات في اثناء صلاة القداس، ليه انا بستخدم الكاس، وهل الكاس دوت له شروط وله ابعاد وله مقاسات وله تطور في التاريخ يعني او كده هوت. فالحقيقة جذب اهتمامي ان انا ادرس في التراث بتاع الاباء اللي سابوه لنا، مش بس للاستفادة الشخصية، ولكن حسيت ان فيه ضرورة موضوع عليا زي ما انا يعني تمتعت ويعني شبعت بالمعلومات اللي انا قريتها مثلا في حاجة صغيرة زي كده، لكن حسيت ان انا عليا ضرورة ان انا اقدم لكل المجتمع القبطي حاجات جديدة ممكن يكونوا ما يعرفوهاش كتير جدا من الحاجات. فانا دايما بحب ان انا يعني ما بقدم حاجة في كل المؤتمرات، يعني الحمد لله وحتى هذه اللحظة ما عمريش قررت بحث او مثلا عملت بحث وابتديت اعمل ابجريد عليه ولا بتاع، لا كل في كل مرة اما بشترك في المؤتمرات. وبصراحة يعني نشكر المسيح، يعني اشتركت في مؤتمرات كتيرة جدا، يعني مش عارف عددها من 2000 لحد 2016 يعني، سواء في الجمعية الدولية او مؤتمرات الجمعية الكندية او مؤتمرات مكتبة اسكندرية او مؤتمرات مؤسسة ماري مرقص او مؤتمرات الجامعات الخارجية، زي ما حضرت مؤتمرات في لندن وحاجات تبع المكتبة البريطانية وكده، فيعني في حاجات عديدة. بس كنت في كل مرة بحب ان انا اسأل الناس ايه انطباعكم عن الثقافة القبطية والحضارة القبطية، واخد منهم وابتدي اشرح لهم بعض الغموض اللي ممكن يكونوا هم مش فاهمينه. فكان بصراحة يعني بحس بان انا بستفيد، وكمان بوضح حاجات للي حوالين مني، وبيبقى نوع من التعارف وزيادة او اتساع يعني حلقات التواصل ما بيني وما بين الناس اللي بيدرسهم في الابحاث القبطية. شكرا تسابونا، دي طبعا فرصة ذهبية ايضا ان حتى الاقباطي المتخصصين في القبطيات يقابلوا بعض. يعني انا في المؤتمر ده اتقابلت مع ناس كتير جدا لاول مره، وكانت فرصه جميله للتبادل الروحي والثقافي والاجتماعي لا تقدر بثمن، ويا ريت كان الواحد عملها من 20-30 سنه، انما نشكر الله ان اخيرا حصلت. اشجع مشاهد العزيز ايضا انه يشجع لوجوس تي في بتبرعه وصلواته واهتمامه وكرازاته بدور لوجوس في نشر الانجيل في انحاء العالم ونشر الحضارة القبطية في انحاء العالم، زي القديسة فيرينا ما نشرت الحضارة القبطية في سويسرا وبقاع أخرى في أوروبا. لوجوس تي في بتقوم بهذا الدور، وما عليك أيها المشاهد العزيز إلا أنك تشجعها ولو باشتراك بسيط. جرب بركة الرب لك بالعطاء باشتراك شهري من حسابك في البنك، أو اتكلم على نمرة التليفون اللي على الشاشة واتبرع بفيزا كارد أو ابعت شيك في البنك. نحن في لوجوس محتاجين لمشاركتك ومشاركتك أيتها الأخت العزيزة، الأسرة القبطية لما تساهم في نجاح قناة لوجوس
المكسب عائد علينا كلنا، نكون أمة مقدسة، شعب اقتناء، جماعة الرب، نشعر الإيد اللي بتتألم في مصر جميع أعضاء الجسم تتألم معها، اللي بيفرح في مكان إن فرح عضو جميع الأعضاء تفرح أيضا معه. طب نحس ببعض إزاي غير أحد الوسائل هي قناة لوجوس، إحدى المنابر الإنجيلية قناة لوجوس، إحدى الترابط بين أعضاء العالم القبطي قناة لوجوس. نرجو أن نسمع منكم سواء بالتليفون أو بتروح على الويب سايت وتتبرع على الإنترنت بدون تأجيل. معانا على السكايب قدس أبونا زكريا البراموسي من المكسيك. أهلا وسهلا يا قدس أبونا. الصوت مش مسموع فنرجو تتحل النقطة دي، وشرف كبير لنا أنك تلاقينا وجها لوجه في المؤتمر. طبعا كان قبل كده تلاقينا على شاشة لوجوس تي في ونشكرك على ذلك. أرجو تكون مشكلة الصوت على السكايب اتحلت. هل أبونا لما بتكلم إحنا بنسمعوش؟ أتسبونا، ما هو الاستفادة من المؤتمرات دي بالنسبة لقدسك؟ وانا عارف انك قدسك ابتديت تحضر المؤتمرات دي من سنة 2000 تقريبا، فكل 4 سنين وقدمت ابحاث في معظم هذه المؤتمرات، فما اللي بدي يدفعك لانك تكرس وقت من خدمتك ومن حياتك للدراسات القبطية؟ بالنسبة لي أنا طبعاً خريج آثار ومهتم بالآثار، وحضرتك طبعاً شاركت في المؤتمر وشفت قد إيه اهتمام الناس بالآثار واهتمام الناس بالحضارة القبطية. على المستوى الشخصي الواحد بيتعرف على كل ما هو جديد من أبحاث اللي بتقدم من شتى أنحاء العالم، في اللغة، في التاريخ، في الآثار، في الأدب، في المباني الرهبانية أو المباني الكنسية. إحنا أحفادهم، فلازم إحنا نهتم بالدراسات دي. يعني فما كناش إحنا نهتم كأحفاد ليهم، من اللي هيهتم ومن هيكون؟ يعني طبعا الناس التانيين بيهتموا، لكن اهتمامهم غير اهتمامنا. أنا بهتم كابن ليهم، كحفيد ليهم، مش بس بدرس كتراث موجود في المتحف، لا، ده حاجة حية من خلال تواجدنا احنا. وحضرتك طبعا لاحظت كده قد ايه شعورنا وفخرنا كاهتمام العالم كله بالآثار القبطية دي على مستوى الشخص. يعني مستوى العام، الحقيقة الآثار القبطية هو المعبر أو العبور لمعرفة ما هو الآثار المصرية القديمة. يعني الإنسان اللي عايز يتخصص في الآثار المصرية القديمة بدون معرفة الحاجات القبطية صعب أوي يفهم الحاجات القديمة. فعشان يقدر يفهم الحاجات القديمة، الحاجات بتاعتنا الفراعنة، يعني العصر المسمى العصر الفرعوني، لازم يعدي على الآثار القبطية. أنا بستفيد علمياً من كل الحاجات اللي بتقدم، من دراسات اللي بتقدم. يعني على سبيل المثال السنة دي كمثل يعني هديه، استفدت قد إيه طبعاً بالموسوعة اللي حضراتكم عاملينها، استفدت قد إيه بالحاجات اللي عاملينها
الأجانب كمان إن هم قدروا يعملوا توثيق لكل المخطوطات وفي ويب سايت كده حلو جميل، تقدر الواحد يعرف المخطوطة دي موجود يعني الكلمة دي موجودة في انهي مخطوطة وكم مخطوطة. الكتاب المقدس بالنسبة لي أنا استفادة كل مرة بستفيد حاجة جديدة، وطبعا غير طبعا ان احنا الحاجات اللي بنقدمها يعني كل مرة حاجة جديدة، وحضرتك شفت الأبحاث اللي قدموها الأباس وأبونا بيجور أو أبونا أنجيلوس أو نيفتي الأنبا مارتيروس أو أبونا ماكسيموس الأنطوني أو الآباء اللي هو أول مرة شاركوا السنة دي، سواء آباء بيقدموا أبحاث. لكن بما أن البرنامج المرة دي رؤية رهبانية على التراث القبطي، فيعني مركز بس على الآباء الرهبانية. فعلى مستوى الشخص أنا استفدت استفادة غير عادية. على المستوى الخدمي هنا بتاع الكنيسة طبعا أنا بستفيد، لأن ما هوش وقت ضيع بالنسبة لي، لأن أنا برجع كمان لما مع ربي سأبيل المثال لما حبيت أترجم الكتاب الخلاجي، أنا ترجمت الخلاجي من القبطي للأسباني. هنا طبعا حضرتك عارف إحنا خدمتنا هنا الكنيسة هنا أسباني، فأنا لما ترجمت الخلاجي ترجمت الخلاجي من القبطي للأسباني مباشرة، ده الخلاجي اللي ترجمناه. والحقيقة كان ممكن المرة اللي فاتت قدمت أنا بحث على إيه الحاجة اللي اكتشفتها أو اللي كانت بالنسبة لي جديدة وشفتها في الخلاجي وترجمتها في ورقة كنت عمل عنها بعض الأضواء من النسخة القبطية للقداس البسيلي. طبعا شفت أكثر من حاجة للأسف الشديد في اللغة العربية أو في الترجمات اللي أخذت من اللغة العربية، سواء كل اللغات الحية الحديثة أو حتى لما عملت مقارنة مع النسخة اليوناني، لقيت طبعا النسخة القبطي غنى غير عادي في النسخة. يمكن لو حضرتك يسمح انا اقدر اشير الى كام حاجة لقيتهم في الترجمة. يعني نحب نسمع ولو جزء ولو عينة يعني. على سبيل المثال في الجزء بتاع اللي هو تجسر وتأنس وعلمنا طرق الخلاص، الجزء ده الحقيقه لما لقيت في القبطي طبعا في العربي او في اليوناني او في كل اللغات واخده كانها جمل معطوف على بعض، تجسر وتأنس وعلمنا طرق الخلاص وانعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح وجعلنا، كلها جمل معطوف على بعض. الحقيقه لما جيت في القبطي لقيت لا لقيت الموضوع مختلف تماما، بيقول تجسد وتأنس وعلمنا، تجسد وتأنس هذا لحضرتك النص بالقبطي اللي هو في القطعة بتاعت أجيوس القطعة الثانية، أفنتي ساركس ووقف الرومي ووقف الصابون هنويت انت بيقو جاي، تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص. وبعدين في الجملة اللي بعديها مش وأنا عملنا بالميلاد الفوقاني، لا هو حط هنا حرف A اللي هي إبسلون اللي هو الحرف ده، الحرف ده الحقيقة هذه الكلمة، الحرف ده اللي هو A of Erchresistina. A هي أساسا في اللغة في ده تعبير مختصر لإيفول خيم، إيفول خين أو إيفول ما معناها لكي، لكي اللي هي فور في الإنجليزي، أنا ترجمتها في الأسبان اللي هي بور أو بارا، يعني تجسد وتأنس وعلم طرق الخلاص لكي يعطينا الميلاد الثاني من الماء والروح، وكأن هدف التجسد اللي هو ولادتنا إحنا كمان من المعمودية. بالتأكيد التحسين والتجويد في الترجمة هو عمل ليس له نهاية، يعني لا يجب ان احنا نسعد ونرضى، متأسف يجب ان احنا دايما نكون سعداء، بس انا نقصده لا يجب ان نكتفي،
بأي ترجمة، إنما نسعد بالترجمة الموجودة، إنما أيضا نسعى إلى التجويد اللانهائي. بالظبط، مستحيل الترجمة تكون مظبوطة. والكلمة طبعا موجودة في القواميس، طلعتها طبعا اللي هو الحرف ده في القواميس بتعني معنى ان اوردر 2 اور 4 وتدي البيربس يعني الغرض يعني. ايوه. اتمنى يعني في الترجمات اللي يعني اللي هيترجم من اللغات التانية للانجليزي او حتى اللي هو بيطبعه في العربي يعني هنحط بس ليه او لكيف او من او لاجل يعني تجسد وتانس وعلمنا طرق الخلاص لكي ينعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح. يعني باللغه الانجليزيه so he may bestow upon us the second birth. بالمناسبه دي من الحاجات اللي اسعدتني في المؤتمر وارجو اسمع تعليقات اوتسك اللي هو الكوبتيك ديكشنري اونلاين. ده كان إذاعة خبر سعيد جدا ان عندنا دلوقتي كوبتيك ديكشنري اونلاين، واللي عملته الكارولاين شرودر الأستاذة في جامعة University of the Pacific هنا في كاليفورنيا، ومعها دكتور أمير مرتزاوي، متأسف أمير زلدس من جامعة جورج تاون في واشنطن. فما تعليق قاموس الحقيقة جميل حلو. صحيح كان في قاموس كرام اللي هو يعتبر ما فيش واحد دارس للغة إلا من بيستعمل القاموس بتاع كرام، لكن وكان موجود برضو على النت، لكن هم اللي عملوه الحقيقة الطريقة الحلوة الجديدة إن الكلمة نقدر نشوفها في بقية المخطوطات، والكلمة دي معناها إيه، يعني عمل الحقيقة رائع. الحقيقة من الحاجات برضو اللي اتبسطت بيها والمحاضرتين اللي هم اتكلموا فيها عن المخطوطات او عن الكتاب المقدس، انا كنت حاضر المحاضرتين دول، واي حاجات في الدروس بتاعت الابتداء يمكن انا بتاع اثار لكن اتجاهي اكتر للغه القبطيه، فبكون سعيد قوي قوي ان اسمع حاجه عن اللغه القبطيه او بشارك حاجه عن اللغه القبطيه لان دي لغتنا. يعني من الحاجات اللي أسعدتني أيضا اللقاء مع شاب عنده 26 سنة ياباني اسمه سو ميا جاوا، من اتعلم اللغة القبطية في اليابان وراح جامعة جوتينجن في ألمانيا يعمل دكتوراه مع الأستاذة هايكي بيمر المتخصصة في الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. فسألته إيه موضوع رسالة الدكتوراه، قال لي كانوا النمرة 6. احنا نعرف ان القديس شنودة عنده 8 كانونز او قوانين. قلت له طب اشرح لي، انا ابتي بس جاهل بالتراث العظيم ده. قال لي ان القانون نمرة 6 حوالي 320 صفحة باللغة القبطية، قوانين الاباء الرهبانة، كنيسة فيها قوانين، كنيسة لها مستقبل. الانبا شنودة رئيس المتوحدين في القرن الخامس عرف السر ده ونفذه، ولذلك نجح الرهبانة بتاعته. وواحد ياباني بيعمل دكتوراه في ألمانيا تحت إشراف أستاذة ألمانية باللغة القبطية وبيترجم القانون نمرة 6 من 8 قوانين من اللغة القبطية للغة الإنجليزية والألمانية، وقال لي كمان إن هو يعرف فرنساوي ويوناني عشان يدرس اقتباسات الأنبا شنودة رئيس المتوحدين من الكتاب المقدس اليوناني ومن أقوال القديسين أثناسيوس وآخرين، بيحلل القانون من النواحي الأدبية والروحية واللاهوتية. حاجة بديعة جدا، ياباني عنده 26 سنة. يجب في مقابل هذا الياباني، أنا لما جيت أنا عمتها كانت عندها 4 سنين، أيضا عندها 15 سنة، طلبت مني إنها عايز تتعلم اللغة القبطية كلغة، مش إنها تقرأ في الكنيسة، هي مكسيكية وفعلا بدأت تاخد دروس في اللغة القبطية عشان تتكلم بالقبطي. بتبقى حاجة مخجلة إن أنا في مثل هذا المؤتمر، هذا الأسبوع بتاع المؤتمر، الواحد يقعد يسمع واحد من روسيا بيكلم واحد أو واحدة من
ألمانيا باللغة القبطية، وإحنا وأنا واقف أتفرج عليهم بخجل من نفسي، ليه؟ لأن أنا ضيعت العمر ده كله من غير ما أتعلم اللغة القبطية، على بالرغم من سهولتها يعني. ف في مقابل حوالي 250 كانوا في المؤتمر، عدد الأقباط كان حوالي 20% تقريبا أو 30%. كان مجموعة، عشان كان في كاليفورنيا، فكان في مجموعة كبيرة من كاليفورنيا، ونشكر ربنا مجموعة كبيرة جت من مصر. فإنما برضو إحنا عندنا تقصير نحو حضاراتنا ولغتنا وثقافتنا، إن مفروض في مقابل الواحد الياباني ده اللي بيدرس القانون نمرة 6، المفروض يبقى عندنا 100 عالم قبطي يعرفون اللغة القبطية ويترجمون التراث بتاع القديس شنودة رئيس المتوحدين من أنحاء العالم. فما رأي قدسك؟ ونرجو أن يعني نسمع منكم كلمة ختامية. أولا يعني نشكر ربنا على المؤتمر، ونشكر ربنا أن المؤتمر بيضم أغلب العلماء المهتمين بالقبطيات. الحقيقة أتمنى زي ما حضرتك وأدوم وصوت لصوت حضرتك، أتمنى أن أولادنا يهتموا بتراث أبائهم وتراث جدودهم. ده ما هواش حاجة غريبة عليهم، لأن اللغة القبطية في دمنا احنا. حضرتك في اللغة العربية أو في اللهجة المصرية عندنا ما يقرب ما بين 3000 ل 5000 كلمة قبطي دخلت في العربي. تركيبات الجملة اللي احنا بنستعملها في الحديث اليومي تركيب جملة قبطية مش تركيب جملة عربية. في كلمات كتير العالم بيستعملها من اللغة القبطية، وفي ناس كتير ما تعرفش انها اصلها اصل قبطي. اتمنى ان يكون في اهتمام كتير باللغة القبطية، او على الاقل خالص الشعب لما ابونا يصلي بالقبطي ما يتزمرش وما يزعلش، ويقعد يعني يدين في ابونا ويقول له احنا مش فاهمين، احنا مش فاهمين لا دي لغتنا ولغات اجدادنا، وان ما كناش احنا نهتم بلغات اجدادنا مين هيهتم باللغه دي. اشكر حضرتك يا دكتور، وربنا يعوض تعبك خير، واتمنى المره الجايه يعني نشوف حضور اكتر واهتمام اكتر بالكبتولوجي، ويكون فيه ناس من اولاد الكنيسه يدرسوا تراث ابائهم، وربنا يعوض تعبكم خير يا رب، امين. شكرا يا تسابونا. الحقيقه احنا متشوقين نعمل حلقه خاصه عن خدمتكم في المكسيك. احنا صحيح عملنا واحده من 3 سنين، عاوزين نعيد رؤيه عمل الله في خدمتكم في المكسيك والثمار في ال3 سنين الأخيرة بالأخص، وحاجة جميلة جدا بنشوفها على فيسبوك. تقول لنا الصفحة على فيسبوك اسمها ايه لو تتكرم؟ الصفحة إجليسيا كوبتا أرثوذكسا إن ميكسيكو، كوبتك أرثوذكس تشيرش إن ميكسيكو. الصفحة بتحط فيها حاجات غير الصفحة بتاعتي طبعا اللي هي أبونا زكريا البراموسي، في الصفحة بتاعت الكنيسة وفي الجروب بتاع الكنيسة. أغلب الأعضاء فيها الناس جم زارونا هنا في المكسيك، أو أولاد الكنيسة اللي هم متعمدين، أو الناس اللي هم بيتعرفوا على الكنيسة. شكرا لك يا دكتور، وأنا أخد بركة طبعا العمل ربنا واضح وجميل وثمار حلوة طبعا، أتمنى نشارككم بيها عشان تصلونا يعني، وربنا يعوض تعبكم خير يا رب. نشكر قدسك يعني بكل احترام وكل تقدير لتعب محبتك في الظهور معنا اليوم على لوجوس تي في. شكرا دكتور، ربنا يعوض تعبكم خير يا رب. سلام واحترام. سلام المسيح ليك يا رب. ابائنا الاجلاء، عاوزين قبل ما نقول كلمات ختاميه، ما تقييمكم لخبرة المؤتمر وعلاقته مثلا مع قدس أبونا أنجيلوس، خدمتك في أثيوبيا الآن، هترجع أثيوبيا ومعاك الخبرة بتاعت المؤتمر، هتقول إيه للأثيوبيين؟
بصراحة أنا كل فخر طبعا في المؤتمر اللي بيدرس حضارة جدودي، وإحنا بنحاول ننسق في إثيوبيا مؤتمر أو معرض للفن القبطي في إثيوبيا يمتد لمدة 15 يوم أو أكثر، بالاشتراك مع جامعة أديس أبابا والمتحف القومي في أديس أبابا والسفارة المصرية في إثيوبيا، طبعا بالاشتراك مع وزارة الثقافة المصرية والأثار المصرية ووزارة السياحة المصرية. وبنعمل يعني بعض المحاضرات في كلية الفنون الجميلة في أديس أبابا عن علاقة الفن الأثيوبي بالفن القبطي، وعملت محاضرة في قسم الدراسات الإفريقية في جامعة أديس أبابا عن علاقة الأدب القبطي بالأدب الأثيوبي. فإحنا بنحاول بنعمة ربنا نعمل حاجة ننشط بيها التراث القبطي والتأثير القبطي في إثيوبيا والتراث المتبادل بين إثيوبيا ومصر، لأن علاقة قوية وقديمة قدم البشرية. نشكر الله، نشكر الله جدا. معنا مكالمة الحقيقة من مدام هيلين، اتفضلي يا مدام هيلين. مساء الخير أستاذ سعد. أهلا أهلا، نشكر حضرتك على المكالمة، اتفضلي. مرسي خالد. أول حاجة أحب أرحب بالأداء وأقول لأبونا بيجول الحمد لله على سلامتك، ونورت لوس أنجلوس، وأنا متابعة كل كتاباتك ومقالاتك وآرائك وأبحاثك، حقيقي أنت قيمة ثقافية عالية يا أبونا. شكرا، كتر خيرك. شكرا. مش عرفنا على طول كده ورفع راسك. كتر خيرك. السؤال ده يا ابونا، تاني حاجة احنا بنقرا السمسار مفيش اي حاجة عن الاداء البطاقة بتوع زمان، ولا نعرف او نسمع عنه. دور المعاهد والكليات الاكليريكية انها تعمل لنا مثلا سمسار في حياة البطاقة والاساطفة والكهنة كده، لان الواحد منهم مهما عمل بعد ما يموت تموت معاه اعماله. أتسابونا تحب ترد أتساكا؟ هو الحقيقة السنكسار ككتاب بيدخل ضمن الليتورجيا اليومية، ما ينفعش ان احنا نقعد نقول فيه كلام كتير علشان خاطر بيبقى الوقت ضيق وعايزين يصلوا بسرعة، وما عملوا إديتنج أو تحرير للسنكسار القديم ابتدوا ينقم السنكسار من حاجات كتيرة. لكن الحقيقة أنا أقول للأخت هيلين إن فعلا إحنا محتاجين كتاب سجل لكل الأباء البطاركة، لكل الأباء الأسقفة، لكل الأباء الكهنة، وما يمنعش يعني الإكليروس كدياكونز أو أراخنا مسؤولين عن الكنائس وعن الخدمة إن إحنا نكتب تواريخهم. كان في بعض الاجتهادات عملت قواميس للتراجم لبعض الناس، ولكن يعني كانت برضو حاجات مختصرة ومقتضبة وما تبينش أي حاجة. لا، دي حاجات مهمة جدا لفعلا، يعني كتر خيرك إنك أنت ذكرت حاجة زي كده، لأن دي حاجة مهمة للمستقبل، لأن الأجيال اللي في المهجر ما تعرفش أي حاجة أكتر من أبونا اللي له مثلا 10 سنين أو 15 سنة بيخدم الكنيسة بتاعته. ممكن تيجي توقف واحد وتسأله عن حتى أبونا اللي جوزه في مصر، يقول لك أنا مش عارف هو فين ولا اسمه إيه ولا بيعمل إيه دلوقتي. يعني هي فعلا نقطة جديرة ونحاول نوصلها للمسؤولين، ونحاول نهتم ان يكون فيه سجل حافل لكل الاباء، يعني الاباء أسقفة الابرشيات والكهنة، يعني اكيد عملوا اعمال كتيرة جدا والا ما كناش احنا بقينا دلوقتي. اي طب اسمح لي قدسك ان احنا اطلب منك كلمة ختامية. هو الحقيقة انا بشكر حضرتك وبشكر قناة لوجوس على هذه الاستضافة، ونيافة المطران امباس رابيون وابونا بشوي عزيز وكل العاملين في القناة على اهتمامهم بكل ما يمس الحياة القبطية، الحقيقة يعني من الأطفال لحد العواجيز وكده. يعني
وبصراحة يعني برامج متميزة ومتنوعة ودايما عندهم جديد يعني. فأنا بشكرهم الحقيقة على الخدمة دي. الحاجة التانية عايز أقولها إن المؤتمر دوت بالنسبة لي شخصيا له مدلولات حلوة جدا عن المؤتمرات اللي قبل كده. يعني زي ما قلت لحضرتك ابتديت أحضر المؤتمرات من سنة 2000، كان لحد سنة 2000 كانوا فرحانين جدا ان اللي بيمثل الاكليروس المصري الابتي في المؤتمر دوت 6 رهبان واتنين اساف بس، دولت اول عن اخر. والست رهبان كانوا من كلنا كنا الدارسين مع برنامج او الدبلومة بتاعت جامعة لايدن بتاعت تاريخ الفن المسيحي. بعد كده هو ابتدى يزيد في 2004 بقوا 8 رهبان واتنين اساف، وبعدين في 2008 بقوا 10 رهبان وثلاث اساف، في 2012 بقوا 10 رهبان برضو زي ما هم، لكن المرة دي احنا بنشوف 14 راهب بيقدموا ابحاث. الحقيقة من ضمن الحاجات الرائعة جدا ان الأديرة الحديثة في استراليا وفي امريكا ابتدت تقدم نماذج للباحثين الدارسين اللي في منتهى الروعة، بيتكلمهم بأدبيات ثقافية عالية جدا 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 وبحنكة علمية يعني متفردة يعني، وعندهم دراية جامدة جدا فدي. هل ال 14 راهب دول في كان راهبتين؟ ده غير ان اتنين، انا لسه هقول، يبقى 14 زائد 2 16. وبعدين عدد الكهنة زاد بدل ما كان واحد بقوا من المرة دي حوالي 4 تقريبا قدمهم او كده يعني. فعدد الناس اللي من جوه الاكليروس ابتدى يهتم بالبحث وبالدراسة كتير، وده شيء مبشر جدا. والحقيقة قداسة البابا تودروس الثاني مهتم جدا بين الرهبان والكهنة والأباء الأسافة يوجدوا نفسهم على الخريطة العلمية، مش بس مجرد تأملات ودراسات داخلية للخدمة، ولكن أيضا لأن الحاجات دي تعتبر نوع من التبشير. من ضمن الحاجات اللي عجبتني في المؤتمر دوت أنه بيّن لنا أهمية الديجيتال ستاديز، يعني ان احنا نبتدي نتحول دلوقتي، لازم يا جماعه نبتدي نتحول الى العمليه الرقميه، نحط كل حاجه بطريقه رقميه علشان خاطر دوت المستقبل. ما عدناش لسه نمسك الورقه والقلم ونكتب او ندون او نبحث على الانترنت في كل حاجه. في موقع مثلا زي الكوبتك سكريبتوريوم ده بيهتم بالادب القبطي اطلق حديثا، وكان في برزنتيشن لمصمم الموقع ده قد ايه هو خدمنا في انك انت تكتب اي كلمه من كلمات المخطوطات، تقدر تطلع موجوده فين ومين عمل عنها بحث ومين النساخ، وحاجات حلوه جدا. للتوضيح، تقدر تكتب الكلمه باللغه القبطيه، على الكمبيوتر، تقوم يطلع لك زي جوجل، يعني جوجل كده بالكمبيوتر، حاجه كده. لا يعني حلم يعني لا يقدر بثمن. وبعدين دلوقتي اصبحت اللغه القبطيه ليها يونيكود فونت زيها زي اي لغه. فبتقدر تكتب على الانترنت باللغه وتقدر تبحث وتقدر تلاقي دراسات كتيره جدا 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 يعني. اتمنى ان الاباء المسؤولين عن قياده الكنيسه انهم يشجعهم في الخدمة الشباب والأولاد على أنهم يبتدوا يكتبهم على جوجل زي ما حضرتك ما بتقول، ويخشهم يبحثهم على الإنترنت. الحاجة كمان المهمة جدا أن عدد المشاركين زي ما حضرتك قلت، ودكتور نبيل قال في المداخلة، عدد المشاركين من إخواتنا المسلمين في المؤتمر ده هو كان حوالي 12 واحد، وده عدد ما كانش موجود قبل كده، وبيجوا من مصر وجايين من مصر من اخر الدنيا. فده يدينا بارقة امل. كمان زي ما قال نيافة الانباس رابيون ان من 2014 رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي ابتدى يهتم انه مش بس الثقافة لكن يحطها على المستوى الجامعي، وافتتح معهد للدراسات الابتدائية في جامعة اسكندرية تبع لكلية الاداب. كمان مكتبة اسكندرية عملت مركز
للدراسات القبطية وبتدي كورسات وبتدي دبلومات، يعني فيه نوع من التواصل والتنوع، ودي حاجة كويسة جدا مشجعة ان يعني تحسس الناس كلها ان مصر كلها نسيج واحد، بنهتم بالثقافات المتنوعة والمختلفة في شتى المجالات. واتمنى ان نتائج المؤتمر دي، يعني انا هروح الدير هقعد احكي لهم عن كل صغيرة وكبيرة شفتها، وكانت حاجات تكون إيجابية يعني مبشرة للحقل الدراسات القبطية فيما بعد. وأتمنى أن يكون كل واحد مننا وهو راجع لمصر عنده رسالة بيقدر يقولها، سواء للي حوالين منه أو للناس اللي بيزوروا في الدير وكده. أشكر حضرتك مرة تانية، وأشكر قناة لوجوس، وأشكر نيافة الأنباء سرابيون على اهتمامه بالثقافة القبطية. شكرا لقدسك وقدس أبونا أنجيلوس. الحقيقة كل واحد منكم أبونا أنجيلوس قال هيرجع أثيوبيا يعمل كذا كذا كذا، وقدسك قلتك هترجع دير السريان تعمل كذا كذا، وأنا قاعد في مكاني هعمل كذا كذا. فالحقيقة المؤتمر ادالنا أجندة للمستقبل، وضح لنا طريق المستقبل بالنسبة لما هي مسؤولياتنا نحو الدراسات القبطية كأفراد أو كمجموعات أو ككنيسة أو كشعب قبطي في أنحاء العالم. هذه الحلقة هي الحلقة الأولى من عدة حلقات سنغطي فيها أعمال المؤتمر. عندنا فيديوهات وكليبس وانترفيوز كتيرة، ونستضيف شخصيات أخرى من اللي شاركوا في المؤتمر. إخواتنا الأعزاء، نشكركم على مشاهدة برنامجنا الحضارة القبطية. بتوضع الحلقات السابقة على يوتيوب، اكتب في البحث جوه يوتيوب الحضارة القبطية يطلع لك كل الحلقات السابقة. نراكم في الثلاثاء الأول من كل شهر. أنا أخوكم سعد ميخائيل سعد.